أكد مصرف البحرين المركزي على استقرار القطاع المصرفي في مملكة البحرين وعدم انكشاف البنوك والشركات المرخص لها بتداول الأصول المشفرة والرقمية العاملة في المملكة على البنوك الأمريكية التي تعثرت مؤخرا. وأكد مصرف البحرين المركزي أن هذا القطاع الهام ما زال يتمتع بمعدلات سيولة وكفاية رأس المال أعلى من المستوى المطلوب رقابيا للمحافظة على سلامة واستقرار المؤسسات المالية العاملة في البلاد.